الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار سعر صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد بشكل طفيف واستقرت في بورصة أربيل، وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 147,750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 147,800 دينار عراقي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,800 دينار لكل 100 دولار أمريكي. كشفت الشركة العامة للبريد في وزارة الاتصالات عن وجود أكثر من 1080 شركة غير مرخصة تعمل في العراق فضلاً عن الشركات الإلكترونية، وقالت الشركة إن هناك شركات غير مرخصة تعمل حالياً خارج نطاق الدولة، مبينة أن عدد الشركات غير المرخصة يقدر بحدود 1080 شركة في عموم العراق، عدد الشركات التي تعمل من خلال مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. قررت حكومة الكاظم استيراد المزيد من الكهرباء للحد من نقص الطاقة المزمن وخاصة في فصل الصيف، وقال المتحدث باسم الحكومة إن الاستيراد الجديد سيهدف لزيادة الطاقة الكهربائية بمقدار 300 ميجاوات، ويأتي هذا القرار للحد من النقص الكبير في الطاقة خلال فصل الصيف، إذ تتزايد الحاجة المحلية إلى الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة مئوية في بعض المناطق. عاودت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل الارتفاع مرة أخرى متأثرة بالخامات النفطية الأخرى بعد توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي العالمي، وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65 دولار و63 سنتا للبرميل الواحد، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 61 دولارا و49 سنتا للبرميل. استقرت أسعار النفط بعد أن أكدت أوبك بلاس أنها ستمضي في خطط لإضافة المزيد من البراميل إلى السوق، واستقر غرب تكساس الوسيط لتسليم حزيران عند 62 دولارا و91 سنتا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، فيما هبط خام برنت لشهر حزيران إلى 65 دولارا و82 سنتا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. هذا واتفقت لجنة أوبك بلس على المضي قدما في خريطة الطريق لزيادة الإمدادات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث رفع تحالف أوبك بلس واحدة تقديراته لنمو الطلب هذا العام. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تخطط لبيع حصص جديدة في شركة أرامكو النفطية للمستثمرين الدوليين خلال عام أو عامين، وقال ابن سلمان إن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط وهذا القطاع يواجه تحديات، مشددا على أن هناك فرصا ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي، وأكد أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا. تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية إلى 1767 دولارا فاصل 66 سنتا للأونصة، في حين تراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1769 دولارا للأونصة، وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 15 منذ 25 من نيسان الجاري، ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.